أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم في بارت 2 من محاضرة الإلكتريكال باور ترانسميشن أند ديستريبيوشن. في الجزء ده إن شاء الله هنستكمل التايب أوف الديستريبيوشن سيستمز، وهناخد التايب أوف ديستريبيوشن سيستم أكوردنج تو طبقا للكونكشن. في ثلاثة تايب أكوردنج تو للكونكشن سيستم. الفيرست تايب، النوع الأول اللي هو الراديال سيستم اللي هو النوع الإشعاعي. النوع الثاني اسمه الرينج مين سيستم، ده النظام الحلقي، والإنتر كونكتد سيستم النظام المترابط. طيب الراديال سيستم ده when the distributor is fed at one end only is called radial distribution system. طيب الديستريبيوشن سيستم ده عبارة عن ايه؟ زي ما واضح في الشكل ده، لما يكون عندي الفيدر مغذي مين؟ مغذي ديستريبيوتر بس، مفيش اي ربط بين اي جزء تاني. لذلك لو حصل اي فيلير هنا او اي شورت او اي فولت هنا هيفصل السيستم بالكامل. تعال نشوف الراديال سيستم. الفيجر ده برضو بيوضح ايه الراديال سيستم اهو، دي الهايلايتر. طبعا ده الديستريبيوشن باس بار او الديستريبيوتر بس بار، ده بيغذي لي ايه؟ مجموعة من الترانسفورمر من خلال ادي السيركت بريكر، وادي مثلا الكابل اهو مغذي ترانسفورمر الاول، وادي مغذي ترانسفورمر هنا، ومغذي ترانسفورمر هنا، ومغذي ترانسفورمر هنا. ممكن على فكرة الديستريبيوتر ده البس بار ده ممكن اغذي بس بار تاني واقسم منه، ممكن الجزء ده ايه هنا قسمت الجزئين وهنا في جزء. عيب الريديال ديستريبيوشن النظام الاشعاعي ان مثلا لو حصل فيلير هنا او شورت سيركت او فولت، كل الجزء ده بالكامل هيفصل. تمام، وده عيب من عيوب الراديال ديستريبيوشن سيستم. الريليابيليتي، الاعتماديه عليه نطها، يعني اعتماديه عليه مش عالي. تمام، لكن الكوست بتاعته قليله. طيب وفي مشكله تانية، الجزء الاول ده اللي هو اقرب الى المين بس بار اللي هبتدي منه توزيع الديستريبيوتر ده، الاحظ ان في ايه؟ انه هيكون اكتر لود عليه. ليه؟ لان في الجزء الاول طبعا ده في كرنت بيغذي ترانسفورمر ده، وكرنت بيغذي ترانسفورمر ده، وكرنت بيغذي تو ترانسفورمر ده. لما اجي للنقطه دي، الكابل اللي جاي هنا مفروض يشيل الكرنت ده زائد الكرنت ده زائد الكرنت. طب اللي هنا اللي في النقطة الأعلى اللي هو بعد السيركت بريكر على طول، لا المفروض يشيل كل السيستم. فأنا كل ما أقرب فوق ناحية الديستريبيوتر هلاقي إنه إيه هيفي لود، وبالتالي من أولها كده الفولتج دروب بيكون عادي. طيب تعال ناخد بقى الأدفانتج والديس أدفانتج للراديال ديستريبيوشن سيستم. الأدفانتج أوف راديال ديستريبيوشن سيستم، واحد it is initial cost is minimum، التكلفة المبدئية بتاعته منخفضة. it is system is employed when electrical energy is generated at low voltage and The power station is situated at center of load. يقول لك والله لما يكون عندي ال power station أو الجزء اللي هعمل منه distribution في منتصف ال distributed point دي، فبيستخدم ال radial distribution system. طيب ال disadvantage بتاعته إيه؟ يقول لك the end of distribution nearest to the supply end would be heavy loaded. يعني الموزع اللي بيكون قريب من المين ديستريبيوتر اللي هنا ده بيكون هيفي لود زي ما شرحنا، يعني الاقرب ده بيكون عليه متحمل زياده. طيب الكونسيومر ات ذا ديستانس اند اند اوف ديستريبيوشن وود بي سبجكت تو سيريز فولتج فاريشن وين لود اند ديستريبيوتر تشينج. والله الكونسيومر بتاعي حصل اي زياده في الحمل، دي هتزود لي في الفولتج دروب اللي موجود، وبالتالي دي نلاحظها في ايه؟ في بعض ان معظم الموجود في القرى بيكون السيستم بتاع راديال ديستريبيوشن، فاللي بيكون في النهايه خالص ده في نهايه الديستريبيوتر او نهايه الخط، بلاحظ ان الفولت عليه منخفض جدا، وخاصه الفاريشن اللي بيحصل في الفولت، التغيرات اللي بتحصل في الفولت بتاعي في الصيف لما كل السيستم يبتدي يتحمل والتكييفات تشتغل، فبيحصل ان خلاص الفولتج دروب بيبتدي ايه يزيد يزيد، فالاخير ده اكتر واحد بيتاثر مسكين. فعيب السيستم ده انه الكاستمرز بتوعي سفر فروم ايه الفولتج فاريشن.
تمام كده. طيب تعالوا للسيستم ده. السيستم ده غاية في الأهمية، اللي هو الرينجت سيستم، النظام الحلقي. تمام. طيب النظام الحلقي ده، ونفرض أنا عندي الانبوت بتاعي، الدخل بتاعي أهو زي ما واضح أمام حضراتكم، وعندي كذا ديستربيوتر، أو عايز أغذي كذا محول، 1 2 3 4 زي ما واضح أمام حضراتكم، محول أهو، يعني سي إن ده محول 1، وده محول رقم 2، وده المحول رقم 3، وده المحول رقم 4. السيستم ده بعمل إيه؟ إن أنا بغذي من تو ديستربيوتر، من خطين زي ما هو واضح امام حضراتكم، بغذي ايه كل الترانسفورمرز دي. تمام. طيب ايه فايدة السيستم ده؟ ولنفرض انت حصل في مشكلة، يعني انا السيستم ده طبعا بيكون كابل داخل كده جاي من سيركت بريكر، وداخل على يونتس كده. اليونت دي يا جماعة بسميها رينج مين يونت، وهنشرحها بالتفصيل ان شاء الله فيما بعد، لان مهمة في الديستربيوشن سيستم. الرينج مين يونت دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بس بار زي كده، وليها دخول وخروج للترانسفورمر، يعني خط رايح للترانسفورمر، والسيركت بريكر اللي جاي ده بيغذي الباس بار، واخد منه اغذي الخط اللي بعده، واخد من ده برضو. دي وحدة رينج مين يونت اهي، ممكن يكون على فكرة سيركت بريكر، ممكن يكون لود سويتش، يعني ممكن يكون سكينة بس بتوصل على حمل. وادي هنا في رينج مين يونت اهو، وادي رينج مين يونت. يبقى رينج مين يونت دي عبارة عن ايه؟ دخل وخارج، وخارج للمين؟ لللود او للحمل اللي انا عايز اغذيه، او الترانسفورمر اللي انا عايز ايه اغذيه. طب ولنفرض والله انت مثلا هنا انا فاصل السيركت بريكر ده وفاصل السيركت بريكر ده مثلا، ومغذي الجزء ده. تمام. يعني فاصل السيركت بريكر اهي، دي خليها بس باللون الاحمر كده، دي الهايلايتر، يعني السيركت بريكر ده اللي هو الاحمر ده انا فاصله وده فاصله، فخلاص الجزء الاولاني ده متغذي من هنا، والجزء الثاني ده متغذي من هنا. طب سي ان حصل والله فولت هنا على اللاين ده، ايه اللي هيحصل؟ الكهرباء عن الترانسفورمر ده وعن الترانسفورمر ده هتفصل، لان المفروض الكهرباء جايه كده داخله على الرينج مين يونت دي وداخله هنا، فمعنى ان يحصل فولت هنا، ايه اللي هيحصل؟ يبقى تغذيه الترانسفورمر رقم 3 والترانسفورمر رقم 4 فصل. اروح اعمل ايه؟ لو انا اوصل الاول السيركت بريكر ده افصله، اعزل تماما الجزء ده، وافصل السيركت بريكر اللي هو جاي لي من الرينج مينونت، فالجزء ده اللي عليه شورت اهو نعمله برضو بلون مختلف تماما. الجزء اللي عليه شورت اللي هو الترانسميشن لاين اللي لونته بالاخضر ده اللي عليه مشكلة ده، خلاص بعزله من خلال السيركت بريكر ده، والسيركت بريكر ده افصله، يعني افصل من الرينج مين يونت هنا، وافصل من السيركت بريكر اللي طالع لي من ايه، من الديستربيوتر او الخط اللي جاي لي من ايه، من هنا. طب اعمل ايه؟ اوصل الجزء ده اهو، اوصل الجزء ده، السيركت بريكر ده اللي كان مفصول بالاحمر اوصله، واللي كان معمول بالاحمر اوصله. فبص كده ايه اللي هيحصل، الكهرباء هتاجي هنا على الرينج مين يونت دي، خلاص جزء اتغذى اهو، ترانسفورمر رقم 1 ده متغذي، وطلع الرينج مين يونت ادت اللي بعدها، واللي بعدها ادت الترانسفورمر، وادت اللي بعدها، يبقى انا ضمنت ان الترانسفورمر التاني اتغذى، وبالتالي الكرنت يمر لي كده هيخش لي على الرينج مين يونت التالتة، فالرينج مين يونت خلاص غذت الترانسفورمر ايه رقم 3، وادت السيركت الجزء اللي بعدها، فخلاص الجزء ده كله انرجايزد لحد لما وصل هنا، خلاص السيركت بريكر ده اون، والسيركت بريكر ده اون، او الاون سويتش دول تمام اون، فالترانسفورمر رقم 4 ايه اللي حصل فيها متغذي، يعني في وجود خطأ ممكن اغذي في اي حد، حتى لو حصل في النص مفيش مشكلة، ممكن اغذي الجزء ده والجزء ده. حصل في الجزء ده مثلا، في الجزء ده طبعا ده كابل واصل من رينج مين يونت لرينج مين يونت، يبقى مفيش مشكلة اغذي من الجزء التاني. تمام. وان شاء الله تركيب الرينج مين يونت كده هناخده ان ديتيل في فيديو كده هشرحه لكم، لان ده جزء مهم جدا. يبقى الرينج مين يونت ده فيه ايه؟ فيه كابل داخل مغذي بس بار عن طريق ايه؟ اون لود سويتش مثلا، يعني سكينة بس بتشتغل على حمل،
يعني في سكاكين بتشتغل على حمل، هي مش فايدتها ان هي تفصل في الشورت سيركت، انا مش لازم انا اللي بيفصل في الشورت سيركت ممكن اخليه تو سيركت بريكرز، ده سيركت بريكر الاول ده والسيركت بريكر ده، لكن ده ممكن يكون سيركت بريكر، ممكن يكون اون لود سويتش، فاللود سويتش ده اون واللود سويتش ده اون، بيغذي اللي بعده، ده يغذي اللي بعده، ده يغذي اللي بعده، ومن كل رينج منين باخد ايه خارجي للمحول اللي جنبيه. يعني دايما دايما كده بتلاقي ان المحول والرينج مين يونت قريبين من بعض، تمام؟ المحول بالرينج مين يونت بتاعته، المحول بالرينج مين يونت، رينج مين يونت بتاعته، المحول بالرينج ايه مين يونت بتاعته، وهكذا. طيب تعال نقول الكلام اللي فات مره تاني. الرينج مين سيستم هو ان ذا ديستريبيوتر از سبلايد باي تو فيدر، لما السيستم بدخله داخلين اللي هو تو فيدر اللي احنا شفناهم، از كولد ا رينج مين ديستريبيوشن سيستم. In this system, the feeder closed on itself. It formed a complete ring and hence naming the ring. يعني كل الأجزاء في السيستم ده بقفلها مع بعض من خلال circuit breaker أو من خلال الرينج مين يونتس اللي انت شفتوها، والسيستم بياخد شكل الحلقة أو الحلقي أو الحلق، فبسميه ايه الرينج، الرينج مينز، تمام؟ طب ايه الأدفانتج of رينج مين سيستم؟ It is over a great reliability of system. بيكون الاعتمادية فيه كبيرة جدا في السيستم، بمعنى انه والله لو فصل خط موجود او لو فصل فيدر من اتنين نازلين في فيدر تانية، فصل مثلا كابل في النص ممكن اغذيه من ناحية تانية، فكل ده reliability اعتمادية على السيستم ده، تمام؟ In this event of fault on any system of feeder the continuity of supply can be maintained. والله لو حصل اي fault انا هضمن ايه؟ حضمن ان continuity الاستمرارية بتاعة ال off supply can be maintained، ان استمرارية المصدر اللي انا بغذي بيه ال supply الامداد بتاعي هيكون مستمر. each distributor is applied via two feeder، كل distributor عندي is applied via two feeder، يعني كل distributor جاي من خلال ايه two feeder. for example مش عارف ذا distributor point D is feed مش عارف via feeder A B C and، خلاص احنا وضحناها في الرسم، بقى كل الجزء ده توضح في الرسم. طيب هناخد الـ Interconnected System. System ده more complicated عن الـ Radial وعن الـ Ringed. هو في الأساس Ringed، ولكن ايه اختلافه بين الـ Ringed العادي؟ انه بيكون عندي أكتر من Source بيغذي لي السيستم بتاعي. يعني الفيجر الموضح ده أمام حضراتكم، عندي S1 وS2 دي مصدر، بدل ما كان مصدر واحد زي الـ Ringed. وعندي كذا ايه كذا ديستريبيوتر مفيش مشكله بيطلع، والسيستم عندي ايه رينجد، ممكن يكون مش داخلين، ممكن يكون عندي الاس 1 واس 2 واحط اس 3 واس 4 عند الاي والبي، تمام؟ طب ايه الفايده بتاعته؟ طبعا ده هاي كوست، بس ايه انا ليه بضطر اطبق السيستم ده لما اكون محتاج سيستم فيه هاي ريليابيليتي اعتماديه عاليه؟ يعني سين انا مثلا عندي مطار، تمام؟ المطار عندي داخل على كذا محول رينجد، وايه كمان مأمنه بمصدرين، وممكن اجيب مصدر ثالث انه جاي لي من امرجنسي او ستاند باي جنريتور، تمام كده؟ طيب هناخد انتروداكشن اوف سبستيشن، مقدمه عن المحطات الفرعيه. السبستيشن عموما از ا بارت اوف الكتريكال جنريشن ترانسميشن اند ديستريبيوشن سيستم، والله دي جزء من نظام التوزيع والنقل والتوليد. Substation transform a voltage from high to low or reverse. يعني فائدة المحطة دي بترفع لي الفولت من أعلى، من فولت low لهاي أو من هاي للو. في الستيشن إحنا عرفنا من low لهاي. في الديستريبيوشن مثلا من هاي للو. تمام؟ Or perform any several important function. الفانكشن دي هنشوفها إن شاء الله لما نيجي نتطرق للأنواع. قالك between the generating station and the customer electrical power may flow through several substation at different voltage level. معناها ايه؟ معناها والله ان الباور عشان تنتقل من الجنريشن ستيشن محطة التوليد لحد الكونسيومر ممكن الالكتريسيتي بتاعتي تعدي على كذا substation، على كذا محطة فرعية وكذا voltage level، كذا مستوى من الفولت. يعني معناها ايه؟ ان ممكن الفولت اللي يطلع لي مثلا 500 كيلو فولت، او زي ما احنا شفنا في الرسمه اللي فاتت انا عندي 11 كيلو فولت، 11 كيلو فولت رفعتها ل 132، ال 132 مثلا نزلتها ل 66، 66 مثلا نزلتها ل 22، 22 نزلتها ل 11 كيلو فولت، 11 كيلو فولت لحد لما اوصل لكام؟
380 فولت. يبقى دي كل ستيجز يعني من الجينيريشن لحد الكونسيومينج او الكونسيومرز او اليوتيليتي اللي هو المستخدم بتاعه، بيعدي على كذا فولتج ليفل ويعدي على كذا ايه سب ستيشن، محطه فرعيه. طيب قال لك السب ستيشن مي انكلود ترانسفورمر تو تشينج الفولتج بتوين هاي ترانسميتر فولتج اند لو ديستريبيوشن فولتج. ماشي، المحطه الفرعيه دي والله فيها محولات هي اللي بتقوم بتشينج الفولتج ليفل. نشكرك على الاضافه. طيب في سب ستيشن مي بي اوند and operate by an electrical utilities or may be honored by a large industrial or commercial customer. ايه معنى الكلام ده؟ قال لك والله في بعض انواع substations دي، محطات الفرعيه دي، اما own to mean electrical utility، اما تبع شركه الكهرباء، او بعض ال large industrial او commercial customer، يعني يكون بعض المصانع الكبيره والشركات الكبيره بيكون ليها سب ستيشن لوحدها. يعني زي مثلا لو بصيت لمصنع الالومنيوم ليه سب ستيشن، مصنع كيمياء ليه سب ستيشن، مصانع السكر ليها سب ستيشن. كل سب ستيشن دي اللي بيديرها هو المصنع نفسه، لكن في بعض السب ستيشن بتكون تبع شركه الايه الالكتريكال يوتيليتي، تبع شركه. طيب الفيجر ده مهم، بيشرح لي المين كومبوننت للسب ستيشن، وكل السب ستيشن بتتشابه في الكومبوننت بتاعتها او المكونات بتاعتها مع بعضها. تمام، طبعا المين بتاع السب ستيشن دي عشان اعمل ترانسفورميشن من الفولتج من الهاي لللو او من اللو للهاي. تمام، فالانكومنج بتاعي بسميه برايمري باور لاين سايتس، اللي هيغذي لي المحول ده بسميه مين البرايمري، والناحيه اللي هتغذى بيها ده بسميه السكندري باور لاين سايتس. تمام، فانا عندي هنا اهو، نجيب بس الهايلايتر، ادي الهايلايتر. فخلاص الجزء ده كله مفروض ده الدخول، وهنا في ترانسفورمر اهو، والترانسفورمر بيغذي لي الجزء ده لحد لما يطلع على التاور ده ويغذيه. طيب التاور ده طبعا ممكن يكون كذا، اللي هو بيبقى مدخل اللاين من خلاله، ممكن يكون كذا طور مفيش مشكله. فبتدخل السيركت بتاعتي على ايه الحاد لما تغذي الترانسفورمر، بس قبل ما تغذي الترانسفورمر بتعدي على مجموعه من الحاجات، وهتلاقيها ثابته عندي كل مين، وهتلاقيها ثابته في كل السب ستيشن. تمام، بيكون والله الانبوت لاين، ممكن يكون ترانسميشن لاين واحد، دايره واحده او اثنين او ثلاثه ايا كان يعني. تمام، والترانسفورمر وكل المكونات ممكن ترانسفورمر واحد، وغالبا لا يعني بيكون اكتر من ترانسفورمر، وبيغذي لي دوائر السكندري، ولكن هو راسم لي الاوتبوت ده على دايره واحده فقط. طيب اللي بالاحمر ده اللي هو رقم 3 ده البرايمري باور لاين. تمام، البرايمري باور لاين هو رقم 1، الثلاثة دي الاوفر هيد لاينز اللي بتغذي مين، اللي بتغذي لي الترانسفورمر وتطلع وتدخل، دي كلها بنسميها ايه الاوفر هيد لاين، الخطوط الهوائيه. رقم 2 ده اللي هو مربوط بجسم التاور من فوق، من هنا مربوط بجسم التاور من فوق، كل الجنتري اللي موجوده دي ده عباره عن جنتري او حامل، اللي هو الاجزاء دي كلها جملونات، بس بعدي فيها مين، بربط فيها خطوط الاوفر هيد لاينز دي كلها اللي في المحط دي، برضو بتكون واخده من فوق اللي هو خط اللاين الجاي لي العمود. تمام، والناحيه على اليمين دي السكندري. ورقم 6 دي طبعا هنا في كنترول روم، غرفه التحكم اللي هي بعمل بيها كنترولنج ومونيتورنج لكل السيستم اللي موجود هنا. طيب تعال نشوف باقي كومبوننت كومبوننت. رقم 1 اول ما بيدخل السيستم يا جماعه، مفروض هو مفروض طبعا بيدخل لي على سيرج اريستور. تمام، بس مفيش مشكله، هو الراجل بادئ بمين، بادئ ب رقم ايه اللي هو ترانسفورمر، فولتج ترانسفورمر. يعني دائما الخطوط تبدا بفولتج ترانسفورمر قبل القواطع وكل حاجه، يعني في هنا وفي هنا فولتج ترانسفورمر قبل ما يدخل على اي سيركت بريكر موجود عنده. ايه فائدتها؟ والله عايز اشوف الخط ده واصل له كهرباء انرجايزد نوت انرجايزد، فلازم احط فولتج ترانسفورمر عشان اقيس الفولت اللي موجود عليه. انتوا عارفين الفانكشن بتاعت الفولتج ترانسفورمر ايه، اخدتوها ان انا والله الفولتج بتاع السيستم
بحوله من هاي لقيمة لو 100 فولت 120 فولت عشان اغذي بيه اجهزة مين؟ عشان اغذي بيه اجهزة البروتكشن واجهزة الميجرينج. فانا عايز اقيس الفولت اللي داخل والفولت اللي طالع، فبقيسه من خلال اللي هو رقم ايه هنا ورقم ايه هنا، ده فولتج ترانسفورمرز. طيب ثم دخل على مين؟ رقم بي. رقم بي اللي هو ديسكونكتور، دي سكينة، دي ايه؟ سكينة. طب دائما الديسكونكتور دي دائما بتغذي لي سيركت بريكر، يعني اي سيركت بريكر في اي ستيشن خدها قاعدة بيكون قبله سويتش ديسكونكتور سويتش وبعده ديسكونكتور سويتش. طيب ايه فايدة او انتوا عارفين الفرق بين الديسكونكتور سويتش والسيركت بريكر؟ السيركت بريكر فايدته انه بيفصل على حمل او بيفصل الشورت سيركت مصمم على كده، لكن السكينة مش مصممة ان هي تفصل على ايه؟ مش مصممة ان هي تفصل على حمل، تمام؟ ليه؟ لان ما فيهاش وسط لاطفاء الشرارة، تمام كده؟ فاي وبيحط، طب ليه بيحط قبله بعد السيركت بريكر بيحط تو سويتشز، تو ايزوليتد سويتش؟ ولنفرض انا عايز اعمل صيانة للقاطع ده، فلازم دخله افصله وخرجه افصله. ليه؟ ولنفرض حصل ان انت شغال في السيركت بريكر والسيركت بريكر ده فيه كنترول سيستم بيعمل اون اوف، فرض انت شغال صيانه فيه وحد عمل اون، تمام؟ فلو انا ضامن ان الدخل بتاعي اللي هو من خلال طبعا انتوا شايفين رقم بي ده، دي الايزوليتور الديسكونكتور سويتش، ورقم بي هنا الديسكونكتور سويتش، رقم سي ده سيركت بريكر قاطع، القاطع اللي هيغذي لي هبتدي يغذي مين؟ هيغذي لي الترانسفورمر، تمام؟ تمام كده؟ طيب وهنا مين؟ في سيركت بريكر اهو، مفروض في سيركت بريكر وفي سيركت بريكر هنا برضو وفي سيركت بريكر هنا، واحدة واحدة. طيب السيركت بريكر ده ممكن يكون مغذي باسبار عشان اخد مناورة، وفي سيركت بريكر قبل ما يدخل على الترانسفورمر، تمام؟ فايه اللي بيحصل؟ انا عندي يا سيدي بعد سيركت بريكر اتفقنا كل سيركت بريكر المفروض في سكينه قبله وسكينه بعد عشان لما اعمل مناوره، تمام كده؟ فعندي ايه هنا؟ رقم بي، خلاص رقم دي، تعال نشوف ايه هو رقم دي. رقم دي كرنت ترانسفورمر، يعني عايز اشوف التيار اللي بيمر في الدائره دي لازم اعرف من خلال ايه؟ من خلال كرنت ترانسفورمر. ما حطيتوش في الاول، حطيته في النص، ليه؟ عشان اشوف الجزء ده متغذي ولا لا. ده الكرنت مين؟ يبقى رقم دي هنا ورقم دي هنا، تمام، ورقم دي هنا، ده كله ايه؟ كرنت ترانسفورمر، تمام. طيب بعد الكرنت ترانسفورمر في سيركت، في ايزوليتد سويتش تاني. احنا اتفقنا ان انا لو عندي سيركت بريكر في ايزوليتد سويتش، وخلي بالك السيركت بريكر ده في هنا ايزوليتد سويتش وهنا في ايزوليتد سويتش، لو انا هشتغل ايه صيانه على المحول او على السيركت بريكر ده فلازم تفصل الجزء ده كله. عشان كده هنا ما حطش سيركت بريكر، ليه؟ لان انا هفصل من سيركت بريكر لازم اطلع المحول ده بكل الكومبوننت، ايه كل الكومبوننت بتاعته. طيب في جزء مهم اللي هو رقم ايه، حاجه اسمها اللايتنينج اريستور. ايه اللايتنينج اريستور ده؟ والله جزء كده بيكون راكب، فائدته ايه؟ الجزء ده لما تحصل اي لايتنينج من اسمه صاعقه بياخد الصاعقه دي وينزلها في الارض، وده جزء بيكون ايزوليشن او ايزوليتور عازل مقاومته كبيره. لما بيجي عليه اللايتنينج صاعقه، الصاعقه دي بيكون الفولت بتاعها عالي. لما الاريستور ده بيجي عليه فولت كبير بيتحول من مقاومه كبيره جدا لمقاومه صغيره، ويروح ياخد الفولت اللي جاي لي اللي حصل لي على اي جزء اي خط من الخطوط اللي جايه لي هنا بياخدها السيرج اريستور ده اللايتنينج اريستور ويدخل الصاعقه في الارض. ليه؟ عشان يحمي لي كل الكومبوننت دي، لان لو حصل اي صاعقه ضربت الجزء ده هيدمر لي المحطه بتاعتي. فلازم احط مين؟ لازم احط لايتنينج اريستور. لذلك الاريستور ده اول ما تضربه صاعقه بينفجر، بس بياخد كميه الصاعقه دي كلها وينزلها الارض، تمام؟ يبقى عرفنا مين المين كومبوننت. يبقى الترانسميشن لاين اول ما هتدخل هتدخل على فولتج ترانسفورم عشان نقيس الدخل اللي داخل، بعد كده هتدخل لي على ديسكونكتور سيرك، تمام، ديسكونكتور سويتش، بتدخل لي على سكاكين سواء من ناحيه، على فكره من ناحيه البرايمري او من ناحيه السكندري باور لاين واحد، يعني ناحيه الدخول ناحيه الخروج واحد.
طيب بعد كده هتدخل لي على الدي اللي هي مين؟ طبعا هتدخل لي بعد السويتش هتدخل لي على سيركت بريكر، تمام؟ بعد السيركت بريكر هتدخل لي على كرنت ترانسفورمر، بعد الكرنت ترانسفورمر هتدخل لي على مين؟ هتدخل لي على رقم بي اللي هو برضو سويتش تاني، سكينة تاني، وبعد السكينة هتدخل لي على اللي هو مين؟ كرنت ترانسفورمر، وبعد الكرنت ترانسفورمر هيدخل لي مين؟ هيدخل لي سيركت بريكر تاني. طب ايه خلاني استخدم هنا سيركت بريكر وهنا في سيركت بريكر؟ السيركت بريكر الاول ده بغذي خط كده بسميه باص بار، بعد كده انا اخد من الخط ده، دي بيستخدم في المناورات. يعني السيركت بريكر ده والسيركت بريكر اللي هنا ده المسؤول عن فصل الدخل والخارج من مين؟ عن الترانسفورمر ده. لكن انا الدخل اللي داخل لازم ارميه على باص بار الاول اللي هو على خط 3 فيز، وبعد كده اخد منه، تمام؟ يعني ما باخدش دايركت على طول على الترانسفورمر، لا، بدخل الدخل على الباص بار، ومن الباص بار باخد مين؟ باخد على الترانسفورمر بتاعي، تمام؟ خلاص رقم اف اللي هو المين ترانسفورمر بتاعي، ماشي كده؟ طيب السكشن ده بيشرح مره ثانيه المين كومبوننت اوف سب ستيشن. طيب المين كومبوننت اوف سب ستيشن جابهم مره ثانيه، قال لك رقم واحد ده الكوندكتور. ايه هو الكوندكتور؟ يقصد بيه كل الترانس اوفر هيد ترانسميشن لاين والباس بار اللي موجوده ايه داخل السب ستيشن دي. ثانيا الكرنت ترانسفورمر، الكرنت ترانسفورمر ده فائدته انه ستيب داون لمين؟ للكرنت اللي جاي اللي من في اي كومبوننت داخل داخل السب ستيشن بتاعتي، بيحولها الكرنت ده من قيمه عاليه لقيمه صغيره عشان يغذي بيها اجهزه المونيتورنج والميجرنج والبروتكشن، تمام كده؟ طيب في حاجه لازم نقول عليها في الكرنت ترانسفورمر، قاعده يا جماعه ومن مسلمات باور، ان الكرنت ترانسفورمر السكندري بتاعه ما ينفعش تفتحه اطلاقا مدام الشبكه او الجريد عندي اون، ما ينفعش تفتح الكرنت ترانسفورمر. ليه؟ لان الكرنت ترانسفورمر لو انا فتحت السكندري بتاعه بينشئ عليه فولت عالي جدا يؤدي لانفجار الكرنت ترانسفورمر. لذلك الكرنت ترانسفورمر ده يا اما تعمل شورت سيركت عليه يا اما تحط اميتر، انت عارفين الاميتر الريزيستنس بتاعته فيري لو. فلذلك الكرنت ترانسفورمر بكرر مره تانية يا جماعه، الكرنت ترانسفورمر ما ينفعش السكندري بتاعه يفتح لان الفولتج بتاعه بيزيد جدا يؤدي لانفجار الكرنت ترانسفورمر، الا لو كان الكرنت ترانسفورمر ده مثلا 2 كور وقافل على كور فيهم او ما بيحصلش زياده ما فيش مشكله. لكن الكرنت ترانسفورمر لو زاد الفولت عليه، لو فتحت السكندري عليه الفولت بيزيد وينفجر، دي من المسلمات. طيب عندي حاجتين، حاجه اسمها البوتنشال ترانسفورمر والكباسيتيف فولتج ترانسفورمر، هما الاثنين نفس الفانكشن، فائدتهم ان انا بحول الفولت اللي في الشبكه من قيمه عاليه جدا الى قيمه منخفضه عشان اجهزه البروتكشن واجهزه الميجرمنت. يعني بحول الفولت بتاع من قيمه عاليه لقيمه صغيره عشان اجهزه الوقايه والقياس. طب ايه الفرق بين الكباسيتيف فولتج ترانسفورمر والبوتنشال ترانسفورمر ما دام هما نفس الحكايه؟ هو قال لك ان الكباسيتيف فولتج ترانسفورمر ده ساعات بيستخدم للفيري هاي فولتج. طب بيعمل ايه؟ بيعمل الكباسيتور دي عشان يعمل لي ديفايدنج للفولت، اقسم الفولت واخد جزء منه. فالكباسيتيف فولتج ترانسفورمر ده فولتج ترانسفورمر عادي، بس انا بحط مجموعه من المكثفات عشان انزل قيمه الفولت، زي الديفايدر بالظبط بتاع الريزيستنس، ان انا عندي دابس كده وباخد من واحده فيهم. هنا بقى بيعمل الفولت بيخليه على كباستور واخد على جزء منه، بدل ما اخد الفولت العالي جدا ده انا مش قادر ادخله على فولتج ترانسفورمر لما تكون حاجه عاليه او اكسترا، فيحط الكباستور فولتج ترانسفورمر وياخد جزء منه. يبقى هو اما البوتنشال ترانسفورمر ده في الميديوم ساعات في الهاي، لكن الاكسترا هاي والهاي لازم استخدم كباستور فولتج ترانسفورمر. طيب الباور ترانسفورمر ده اهم كومبوننت موجود في السب ستيشن، وده اللي بيحول الفولت بتاع الشبكه من هاي للو او من لو لهاي، تمام؟ طيب اللاين ايسوليتورز والباس ايسوليتورز، الايسوليتورز دي ما هي الا السكاكين بتاعتي، السكاكين اللي بفصل بيها الخطوط او بفصل بيها الباس بار اللي موجود فين في الشبكه. واللايتنينج اريستور احنا خدناه بالتفصيل اللي هو ايه
مانعات الصواعق اللي بتكون موجودة في المحطة بتاعتي، واتفقنا ان مانعات الصواعق دي بتعمل ايه لما يكون الفولت لما تضرب صاعقة عليه ده كومبوننت الريزيستنس بتاعته عالية في الوضع العادي فمفيش اي مشكلة فيه، لما بتضرب اي لايتنينج او اي صاعقة الشبكة بتاعتي اللايتنينج ده بيتأثر المقاومة بتاعته بقيمة الفولت، وعارفين ان انتوا فولت الصاعقة ده بيكون عالي جدا، فتروح قيمته من مقاومة عالية إلى مقاومة منخفضة جدا، يؤدي لإيه؟ إن كل اللايتنينج يمر من خلالها يمر في الأرض. ففايتنج اللايتنينج أريستور ده إنه بيحمي لي الشبكة كلها من أي صاعقة، لذلك هو بيتحط على الخطوط من فوق كده، فأي حاجة بتضرب بتمر في الخط ده تمر في اللايتنينج أريستور تمر اللي في الأرض. تمام. الكاباستور بانك، الكاباستور بانك دي موجودة عشان كومبنسيشن، يعني ونفرض إن إحنا لقينا إن في الشبكة دي إن الباور فاكتور وحش فبحط الإيه؟ الكاباستور بانك. السيركت بريكر دي فايدتها حاجتين، ان بعمل اون اوف في حالة النورمال، او بفصل في حالة ايه، او بفصل باجهزة البروتكشن في حالة مين، في حالة حدوث الفولت. تمام. وكل جزء بحط فيه ايه، بحط فيه سيركت بريكر، يعني ترانسفورمر ليه سيركت بريكر، دوائر الدخول ليها سيركت بريكر، دوائر الخروج ليها سيركت بريكر. تمام. اي جزء حيوي الباس بار ليه سيركت بريكر. تمام. يبقى اي جزء موجود فيه لازم احط فيه سيركت بريكر بحيث لو حصل اي فولت ممكن افصل منه. ثانيا زي ما احنا عارفين ان الايزوليتورز او سويتش السكاكين دي ما تنفعش تفصل على حمل، فلازم افصل مين الاول، لازم افصل السيركت بريكر ثم افصل طيب هناخد في الجزء ده اللي هو تايب اوف سبستيشن. اول تايب في السب ستيشن انواع المحطات عندي رقم واحد اللي هو ترانسميشن سب ستيشن، والترانسميشن سب ستيشن كونكت تو اور مور ترانسميشن لاين، دي محطه بربط فيها خطين او مجموعه من الخطوط. The simplest case is that all transmission line have the same voltage. معناها ايه؟ دي محطه ان انا بربط مجموعه من الخطوط فيها، وابسط محطه اللي بيكون فيها كل الخطوط اللي داخله ليها نفس الفولتج. طب ايه فايدة الكلام ده؟ قالك السب ستيشن دي contain switches that all lines to be connected or isolated for fault clearance or maintenance. معناها ايه؟ ان مثلا عندي محطة transmission system بيكون داخل ليها اربع خطوط، ونفرض الاربع خطوط دول ليهم نفس الفولت، بيكون فيها مجموعة من السويتشز، ايه فايدتها؟ ونفرض عندي خط طلع من الخدمة وعايز اغذي المحطة دي ومجموعة من الاحمال بثلاث خطوط، فخلاص انا ممكن اعمل ايزوليتد، يعني بيكون عندي سكينه الايزوليتر اللي هو السكينه او السويتش المفتاح اللي عندي، بعزل بيه مين، بعزل بيه الخط اللي عليه مينتنانس اللي عليه صيانه او عليه فولت عليه اي خطأ ما لحد ما يتصلح، فبعمل حاجه اسمها مناوره. ان انا عندي في المحطه دي بيكون الباسبار، الباسبار ده بعمل بيه ايه، خلاص بعمل بربط الجزء اللي موجود عندي على ثلاث خطوط وبطلع الخط الرابع ايه، سواء كليرنس او مينتنانس، يعني سواء عندي حصل فيه فولت معين وعايز اشيل الفولت ده او عايز اشيل الخط اللي حصل فيه مشكله ده، وبعمل ايه او انا عايز اعمل مينتنانس للخط ده. A transmission station may have a transformer to convert between two voltages. طيب هو قال لك ممكن في المحطه دي يكون فيها، وده الغالب يعني غالبا يعني او الاكثريه، انه بيكون في المحطات دي في ايه، في ترانسفورمر، فهذا الترانسفورمر دي ان انا بحول من فولت لفولت معين على حسب الريجون او على حسب الاريا. سي ان انا مثلا عندي محطه داخلها 500 كيلو فولت خطين مثلا، طيب عايز اغذي منطقه السيستم بتاعها بيشتغل على 132 كيلو فولت، هتلاقي ترانسفورمر 500 على 132 كيلو فولت، في منطقه تاني بتشتغل 132 بتشتغل على مثلا 220 كيلو فولت، فحول من 500 ل 220 كيلو فولت، فالمحطات دي بيكون فيها ترانسفورمر تو كونفيرت بتوين تو ترانسميشن فولتج. طيب قال لك المحطات دي بعمل فيها فولتج كنترول للباور فاكتور، ساعات بتحط فيها باور فاكتور كوركشن بحطه في الترانسميشن سيستم في المحطات دي مفيش مشكله، وايه كمان بحط حاجه اسمها الرياكتور او حاجه اسمها ستاتيك فار كومبنسيتور وحاجه اسمها الفيس شيفتر ترانسفورمر. Anyway كل دي equipment أجهزة بتستخدم في التحكم في الأكتيف والرياكتيف باور في الشبكة، يعني سواء الفيس شيفتر أو الستاتيك فار كومبنسيتور
يعني ان شاء الله هتعرض ليهم كده في سنه رابعه ان شاء الله باذن المولى يعني. فكل الاستاتيك فار كومبنسيتور والاكويبمنت والفيس شيفتر كله ده بستخدمه في الكنترول باور، وبتحكم في الباور اللي بتمر سواء اكتف او الاكتف بار بتمر لي في مين في الترانسميشن ده. طيب هناخد النوع الثاني اللي هو الديستريبيوشن سب ستيشن. من اسمها كده الديستريبيوشن سب ستيشن ايه اللي بيحصل فيها؟ بتاخد الباور من الترانسميشن سيستم من نظام النقل، تعمل له ايه؟ هحول الفولت بتاع من 132 كيلو فولت او 220 كيلو فولت، هحوله الفولت ميديوم اللي هغذي بيه الترانسفورمرز اللي موجوده في الشبكه بتاعتي، تمام؟ طيب اليوتيليتيز المنتفعين بخلي كل مجموعه من اليوتيليتيز والله بخليهم ترانسفورمر معين اللي موجود في الشارع، او لو كان عندي بالك ترانسفورمر حد كبير انا بغذيه الفولت بتاعه، لو كان في مصنع او حاجه بغذيه بالميديوم فولتج اللي هو محتاجه. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ال 132 كيلو فولت داخل السب ستيشن محط التوزيع دي بخفضها لكام اتفقنا؟ ل 22 كيلو فولت، 11 كيلو فولت، 24 كيلو فولت على حسب الفولت المستخدم في الشبكه بتاعتي. وبعد كده بوزع لمين؟ للديستريبيوتد ترانسفورمر اللي موجوده ايه؟ حوالين البيوت وفي الشوارع وفي الضواحي عشان توصلها لللوكال يوتيليتيز اللي هم المنتفعين. طيب يبقى الديستريبيوشن سب ستيشن ترانسفير باور فروم ترانسميشن سيستم تو ديستريبيوشن سيستم اون ان اريا. It is uncommercial to directly connect electricity consumer to the main transmission network unless they a large amount of power. يعني بيقول لي ايه هنا؟ والله ما ينفعش ان انا اوصل اليوتيليتيز اللي هم المنتفعين سواء كان ناس او شركات على طول بالترانسميشن سيستم بنظام النقل. يعني ايه؟ ال 132 داخل محطة واحدة احوله مثلا 66 داخل المحطة أحوله لكام؟ 400 فولت، 132 كيلو فولت أحوله 400 فولت. ده اقتصادي غلط، لأن هضطر عشان مثلا عندي يوتيليتي أو منتفع مثلا على بعد من المحطة دي على بعد مثلا 2 كيلو، فهضطر أنقل لو فولتج 380 فولت أو 400 فولت المسافة دي كلها، فهيحصل فولتج دروب عالي وهيحصل باور لوس عالي. فالاحسن ان انا اعمل ايه؟ لا، ان انا هحط ديستريبيوشن سب ستيشن كوسيط بين الترانسميشن سيستم اللي هو نظام النقل وبين اليوتيليتيز المنتفعين. وبالتالي هو بيعمل ايه؟ والله بينزل لي الفولت بتاعي سواء 132 كيلو فولت 220 كيلو فولت مثلا سي لفولت ميديوم اللي هو هتشتغل بيه ترانسفورمر بتاعت اليوتيليتي، يعني خفض ل 11 كيلو فولت 22 كيلو فولت 24 33 ايا كان، هغذي بيه الترانسفورمرز اللي موجوده في السيتيز المدن او بتاعت اللوكال يوتيليتيز، ومنها هحول لكام؟ ل 400 فولت. ما دام داخل لي 11 كيلو فولت او 22 كيلو فولت يبقى انا نقلت مسافه ميديوم طويله ووزعت على مسافه قصيره، يعني غالبا الترانسفورمر بيغطي لي رينج مثلا من 500 مثلا من 500 متر لحد 1 كيلو مثلا، تمام؟ فبدل ما كنت بنقل انا مثلا على بال ما اوصل من المحطه دي على بعد 5 كيلو وعلى بال ما يوصل اليوتيليتي تكون 6 كيلو هنقول على لو فولتج، فده هيبقى هيزود لي الكوست وهيزود لي الفولتج دروب. فالاحسن قال لك والله انقل الميديوم اللي هو 11 24 33 كيلو فولت، وبعد كده عند اليوتيليتيز او المستهلكين بتوع او المنتفعين بتوع حولوا للو فولتج اللي انت طيب الفيجر ده بيوضح شبكة مصر الديستريبيوشن والجنريشن اللي فيها. طبعا هو الفيجر مش واضح بس ان شاء الله هحاول يعني ابعت لكم الفيجر ده بصورة اوضح ان شاء الله. وللتواصل ده الايميل بتاعي لو حد عنده اي استفسار او اي حاجة مش فاهمها هنا يتواصل معي من خلال الايميل ده.